رقم 187. اسمع الآن عن عائشة. عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. انظر، أولئك الذين سماهم الله. من هؤلاء الذين سماهم الله؟ من هؤلاء الذين سماهم الله؟ هم أهل الأهواء الذين يتبعون أولو الألباب. لا، الله يرضى عليك. يتبعون ما تشابه. نعم، الذين يتبعون المتشابه أو المتشابه. ما معنى هؤلاء؟ ما معنى المتشابه؟ الذين حذر منهم الشرع، الذين يتبعون المتشابه. من هؤلاء القوم؟ من هو؟ ما هو المتشابه الذين حذر منهم الشرع؟ هو الذي لا يدرى معناه هكذا او هكذا، لا يفهم معناه، هو الذي يحتمل اكثر. نعم، الذي يحتمل اكثر من معنى، فبالتالي يبدا يذكر لك الاشياء التي تدخل عليك الشبهات. لما؟ لان هذا الشيء له اكثر من معنى، وبالتالي ما حل هذا الشيء الذي له أكثر من معنى؟ رده إلى المحكم. نعم، رده إلى المحكم. وما هو المحكم؟ الأصول الثابتة. لا، مش الأصول الثابتة. ما معنى المحكم؟ واضح، بين. إذن بين، لا يحمل معاني أخرى وليس فيه نسخ. فإذن النصوص يشرح بعضها بعضا، لكن عن طريق من؟ العلماء. إذن الذين يأتون بالمتشابه هم الجهلة. هل يمكن أن يأتي شخص بالمتشابه ويكون من أهل العلم؟ هل يمكن أن يكون من أهل العلم؟ نعم. كيف؟ من أهل العلم ليضل الناس، يتعلم ليس لله. ألا تعرفون أن هناك الجامعة العبرية عند اليهود فقط متخصصة بالعلوم الشرعية الإسلامية؟ يهودي يدرس علم أصول الدين، فقه، حديث. حضرت شو تخصصك؟ أنا يهودي. أنت يهودي؟ طيب، أنا بقول لك شو ديانتك؟ ما هو تخصصك؟ تخصصي ديانة إسلامية. إيه؟ طب أنت يهودي؟ لا، إحنا بندرس الدين الإسلامي. وتتخصص؟ نعم، نحن نتخصص. شو متخصص؟ أنا فقه أصوله. أصول فقه؟ بتعلم أصول فقه. وأنت بس الشيخ سفيان بدرسك أصول فقه؟ وأنت؟ أنا علم حديث، وناقش الألباني والأئمة الكبار. وأنت؟ أنا في التفسير. مين هو؟ يهودي. طب ليش؟ حتى يدخل عليك الشبهات. لكن هيهات مع وجود العلماء الراسخين